اسمي سكينة عبد الجبار من الصف الثالث ثانوي مدارس الإعجاب العالمية. الصراحة شعور جدا يدعو إلى الفخر. أحس أني سويت إنجاز في هذه السنة خصوصاً في بدايتها. الصراحة على شراسة التنافس، الكل وده يساعد بعض والكل وده أن الكل يترشح. الصراحة كنت مرة متحمسة قبل التحكيم، وداخل التحكيم كانت بيئة جدا تعليمية، يعني الحكام مو ضدك، الحكام معك، وخرجت وأنا راضية تماما ومبتسمة. في البداية كانت تتكلم عن مهارات الإلقاء، ثم كتابة البحث نفسه، والصراحة اكتشفت أشياء ممكن أنا أطورها ببحثي حتى يكون بصورة أفضل. عنوان بحثي هو لتطوير المستشعرات الحيوية باستخدام طريقة طلاء مختلفة، ويهدف إلى تقليل قيمة الأجهزة الطبية وزداد كفاءتها. راح أقول لهم إنه ابدوا، ممكن تكون خطوة مخيفة، بس كل التجارب مهمة، بس مو كل التجارب تضر. صراحة طموحي إني أوصل أعلى مرحلة ممكن أوصلها وأخدم وطني. حابة أشكر جميع منظمين موهبة على هذا المكان وعلى القادة الرائعين اللي جابوهم هنا.